هنا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس على الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب أسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبه فوز منتخبنا الوطني لالعاب القوى بلقب البطوله العربيه السابعه عشره للشباب والشابات وتصدره جدول الميداليات بحصوله على عشرين ميداليه ملونه من بينها اربع عشره ميداليه ذهبيه وخمس ميداليات فضيه وميداليه برونزيه في البطوله التي اختتمت بمدينه تلمسان الجزائر واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ان الانجاز العالمي يعد نتيجه طبيعيه للرعايه الكريمه التي توليها القياده الرشيده للحركه الرياضيه في المملكه وحرصها الموصول على تهيئه الاجواء المثاليه امام جميع منتسبيها لتحقيق الانجازات التي تؤكد مكانه الرياضه البحرينيه على مختلف الاصعده واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه باهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه بالمشاركه البحرينيه في هذا المحفل العربي الكبير لافتا الى ان هذا الانجاز يعد ثمره من ثمار الاداره الحكيمه لاتحاد العاب القوى برئاسه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه والذي حقق من خلالها عده انجازات كبيره وهما يدعو الى التفاؤل بمزيد من الانجازات في الاستحقاقات القادمه ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه بالجهود المتميزه لكافه افراد منتخب العاب القوى والتي انعكست بشكل ايجابي من خلال تحقيق لقب البطوله والتي اثبت من خلالها المنتخب تطور رياضه العاب القوة في مملكه البحرين ورسخت من موقعها الرائد على الساحه العربيه.